الحين نجرب شيء، نجرب كيف بنجيبها. اوكي نقاط الدم، حلو. نقاط الدم، نقاط الدم. الله ارحبوا، يلا حيهم. وش ارحبوا؟ شكلي كيف، لحيتي طويله ولباسي مدري كيف. على العموم اعطوني دقيقه، خليني احلق وغير لباسي واجيكم. يلا 1 2 3 ارحبوا، يلا حيهم. رجعنا لكم في دي بي دي. السفاح الجديد وصل يا جماعه الخير، عليه شكل زي ما انتم شايفين قدامكم اسطوري بكل ما تعنيه الكلمه المعنى. ما جربت ولا جيم بلاي فيه، والحين ابغى اجرب قدامكم، بس كنت حاليا قاعد اطور بركات كذا على شكل خفيف خفيف عشان الواحد يضبط وضعه فيها. فنرجع لكم اول ما يبدا الجيم. ليتس جيت ستارتد. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، راح يبدا الجيم واخيرا متحمس. والله يا جماعه الخير صارت لي معاناه لدرجه اني التسجيل وقفته وكملته ثاني يوم. ليش يا وليد وش صار كذا؟ بعلمكم في نهايه المقطع، الحين وقت اللعب بس. اوكي ماب ريد فورست، اوكي ماب الهانترس. تلعبت شوي في البيركات وسويت كومبو بيرك مع البيركات الجديده حقت الكيلر مع بيركات قديمه، والله كومبو ملعون والدين، بشرح لكم ليه. الكومبو اللي سويته في بيرك الكيلر الجديد يقول لك اذا كسرت قطعتين خشب فخلاص يصير بعدها اي قطعه تطيح على راسك تتكسر تلقائيا، بس يظل استن عليك، يعني انت اذا طاحت على راسك راح يظل ما يمديك. وش اسمه؟ اوكي شفتك 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 شفتك. هلا والله هلا والله، خليني اكسر هذا واجيك. راح يظل يجيك 3 ثواني كذا، تعرفون يوم يطيح على راس الكيلر قطعه خشب يقول اوكي كسر كسر التوتم. اي يطيح ويصير يظل كذا 3 ثواني واقف في مكانه. حلو، هذا يظل الاثر موجود. بس انا وش سويت حركه الحين؟ حطيت بركة الاندورنج اللي يخفض الالم بنسبه 90%. يعني بدال ما اظل ثابت في مكاني 3 ثواني اظل ثابت في مكاني ثانيه واحده. يعني باختصار البيركين ذولي خلاص، يعني ما عاد يمدي احد يلوب فيني. اوكي الحين وش سالفه هذا كذا؟ صرت اتحرك بسرعه. حلو، وات ذا فاك، هذا شكلي. اها اوكي ذا سبيريت، اصلا هي روح، فيمديني اخلي شكلي بمكان واروح المكان ثاني، بس هم يحسبوني واقف ما يدروني انا اكون قاعد اشوفهم. اوكي 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 اوكي، هذا من وين دز الذيب؟ طلعت لفوق يعني. اوكي بجرب الحين عليه. وات ذا فاك، وين راح؟ اما وش تحس فيه؟ ليش وقفت؟ يبغى يشيك علي يشوفني وانا واقف عشان ما اعرف مكانه. تعال بس تعال بس يا شيخ تعال تعال. اوكي ولعوا جنريترين الحين شغالين شغل صح. ابلع ضربه انت عشان اعرف مكانك. انا فهمت 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 الميزه حقت الجديده وش هي، فهمتها فهمتها. الحين خليني اعلق واوريكم. اوكي انا يوم اختفي ما يشوفوني، حلو، بس بنفس الوقت ضريبه الاختفاء حقتي اني انا بعد ما اشوفهم. بس كيف انا مفضل اكثر اني اشوفهم؟ بالخطوط حقتهم اللي في الارض السكراتش. اوكي هذه قاعد تلوف فيني. تعالي انت الاوبسيشن حقي. اوكي انا حاطه البيرك الجديد حق الكيلر اللي كل ما يولعون جنريتر يمديني اشوف كل السرفايفل لمده 3 ثواني، بس بنفس الوقت هم يشوفوني بعد مده 3 ثواني. بس وش فايدته؟ فايدته انه اذا ولعوا كل الجنريترات الاوبسيشن يختفي من عند الديد هارت او السبرنت او اللي هو اللي حاطه من البركات ذي حقت السرعه، تختفي من عنده السرعه كامله على كل الجنريترات اذا كانت مفتوحه، ويمديني اطيحه بضربه واحده وبنفس الوقت اقتله. يلعن امه من البيرك يا شيخ، اقسم بالله بيرك مره اسطوري، ينفع كذا مع بيلي، ينفع مع مايكل. اوكي 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 عادي عادي. وين بتروحين؟ وين بتروحين يعني؟ وين؟ إلى أين؟ إلى أين ها؟ ثاني أنا أكسر الجنريتر ذا. أنا والله ماشي عند البلد هنا مضبط وضعي، ماني خايف نهائيا. اوكي هذا الأول تعلق. حلو أبغى داهم اللي فوق بالروح. داهمة مداهمة طيبة بإذن الله. لا هو فوق، طحت عن ام غبائي. يا ليل الليل الحين يكون راح. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو هنا، راح اختفى. يب من غبائي، استاهل استاهل ما جاني، والله العظيم استاهل ما جاني. اي عطى عطى وضعيته.
طيحها كفو عشان اكسر ونشوف البركه جديد كيف ماشي ذا. اوكي تعبى نص، باقي بلد ثاني اكسرها عشان يتعبى النص الثاني. طيح ذي، طيب طيحها. اي شكرا شكري يا. اوكي الحين البرك عندي صار لونه اخضر فل الفل. اوكي ايوه كفو، هذا اللي ابغى اجربه، هذا اللي ابغى اجربه، هذا اللي ابغى اجربه. ليش يوقف طيب ذا دارك وولف؟ شو وضعه يا اخي؟ والله العظيم ما لك داعي توقف كذا، عشان كذا بطيرك من الجيم سريع سريع عشان اوريك كيف توقف. شكله قاعد يجرب الكيلر، يبغى يشوف شكله الكيلر كذا يناظر، بس انا ماني اعطيه فرصه يناظر. اوكي تعلق انت زي الثور يا ثور. اوكي الحين كلهم متعلقين، احاول اشوف لي كذا احد قريب. بجرب شيء وانا مختفي بذي السرعه، يمديني ادز من هنا؟ ما عاد يمدي خلاص. انت بطيرك لانك دائما توقف كثير، بطيرك. اما ليه؟ اها شكلي مرة واحدة يمديهم يكسرون، بعدين لازم ارجع مرة ثانية اكسر اللي وش اسمه البلت. اوكي يعني كل اثنين تكسرهن لك واحدة مجانية تطيحوها عليك تتكسر، بس بعدها ترجع طبيعي. كسر. الحين خلاص الحين طبيعي انا. حلو. هلو انا اسف احب اخرب عليكم شوي. سبرنت بورست. اوكي اتس اوكي. شغالين جلدي جلدي ما شاء الله عليهم. شغالين جلدي جلدي والله يهنيهم الصراحة. اوكي يبغالي اشوف المشكلة ما يطلع دم ذا، مدمج اوريدي دارك وولف. اوكي يا دارك وولف اوكي وير ار يو، كلها عشان الجنريتر ذا ما تبغين تكملينه يعني طرق، يعني تبغين نظام طرق يعني غصب. طلعت من هنا شفتها بسوي نفسي حمار. اوكي بسوي نفسي حمار لازم عشان اقدر اضربها. الحين نجرب شيء، نجرب كيف بنجيبها. اوكي نقاط الدم حلو، نقاط الدم نقاط الدم. الله يا رب يا شيخ كيف جبتها؟ والله الكيلر اسطوري، والله العظيم اسطوري بكل ما تعنيها الكلمه من معنى. تعالي هذا وات ذا فاك، انا ام الجلتش شوف الشجره وين واقفه. جلتشات عندهم في البي تي بي من عونة والدين. اوكي وات ولعوا ام الجنراترات سريع سريع، وات ذا فاك وش يحسون فيه؟ او ماي جاد والله صراحه كفو عليكم. فقرق في هنا واحد مفك، تعال تعال. هذا الابسيشن حقي، هذا الابسيشن حقي، اذا ولعوا جنريترات وش يصير فيه؟ يمديني اقتله صح؟ يب يمديني اقتله جلدي. ايه يا كنجي يلا. ايوه اعطتها فتحه الفم دي عجبتني قطع. اي 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 ايوه اعطيها صرخه. بس شكل الكيلر ما طلع صوت يا اخي في النهايه، ليه كذا قاعد يسوي كذا كانه فتح فمه يبغى يصارخ بس ما صرخ. بعدين حاطين صوت النيرس، ايش السالفه؟ ما حد يجي ينقذك انت؟ افا طيب اوكي يفتحون الباب اللي هنا؟ لا ما فتحوه الباب. المشكلة ذاك مرة سريع مرة سريع مرة بعيد. اوكي باقي اثنين. اوكي بحاول لو اشيل واحد. خلك فوقي اجيبك 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 اجيبك. تبغى تشوف؟ ابغى خليك تشوف الحين، بس اصبر خليني اشيله بعدين اخليك تشوف على راحتك. الحين ودي اني انزله بس خايف انه ما يمديني اقتله، مع اني هذا معلقه انا ولا ماني معلقه؟ دارك وولف الا معلقه مرات عديده. تعال. اوه للاسف ماني حاط الكل انا، ماني مع اني والله اذكر نفسي حاط موري. اتس اوكي عادي. تعلقوا. قدرت اشيل ثلاثه والله نايس، وعند الباب مفتوح. هذه الميزه ترى اللي ما يكمبر، اللي ما يكمبر كذا الميزه. لو اني الحين تاكي عندي ترى كانوا طلعوا ذول الاثنين. والله الكيلر مره 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 يبغى له الواحد فهم وتكتيك وتضبيط. ان شاء الله تعالى اذا نزل بشكل رسمي بنزل عندنا مقطع كامل جيم بلايين اثنين، يعني هذا بيكون جيم بلاي واحد بسبب مشكله صارت لي الحين بتكلم لكم عنها بما انه انتهى الجيم. الحين بتكلم عن المشكلة. الله على المشية، الله على المشية يا شيخ عليها مشية، اقسم بالله متعوب عليها صح. اوكي بتكلم عن المشكلة صارت لي.
باختصار شديد انا في دي بي دي ذا الكلر عانيت معاناة يا جماعة الخير، اقسم بالله العظيم يعني ما ادري ليش كذا صار. امس الساعة 12 في الليل بديت اسجل، انا دخلت البداية المقطع اللي شفتوها ترى هذه من امس، دخلت ابغى اسجل ووضع بالسمبتيك من الساعة 12 الساعة 3 في الليل وانا قاعد اطلع من لوبي ادخل من لوبي اطلع من لوبي ادخل من لوبي. بسبب ايش يا وليد قاعد تطلع؟ ما في احد، ما في احد قاعد يجون علي، احس انه مقلتش، اطلع غير اللوبي انتظر حوالي ربع ساعة 20 دقيقة نص ساعة ولا احد يجون علي. فتضايقت من ذا الشيء فعليا، قلت ما لي حل الا اني اسجل بكره. نمت على الساعه 3 في الليل، صحيت على الساعه 9 الصباح نفس المشكله، من 9 الصباح لين الساعه 12 الظهر وانا قاعد احاول، وضايقت ما مداني ادخل جيم. بعدين سحبت على التسجيل لين الحين الساعه 3 ونص، الحين الساعه صارت 4، لين مداني الاقي جيم واحد، وظليت منتظر حوالي 45 دقيقه لين الاقي جيم واحد بس اللي هو هذا الجيم اللي قدامكم. فمرة مرة مرة عانيت، انا ما ودي اني اسجل مقطع واحد بس جيم بلاي واحد، بس للاسف مضطر لانه سفرات تجريبية حقتهم زبالة، يبغاك تنتظر ساعة لين يجيك جيم، هذا اذا جاك. انا امس منتظر 3 ساعات واليوم الظهر 3 ساعات من الصباح للظهر، فمشكلة بنتظر كمان 3 ساعات فيروح اليوم كامل. فبغض النظر ان المنتجة والرفع بياخذ وقت كمان الى 9 الى 10 ساعات لين يجيك من مقطع، يمكن المقطع ذا ينزل الساعة 12 في الليل ما ادري، يمكن اجل لين بكرة الخميس، فما ادري وش يصير صراحة. فعلى العموم انا اسف لاني تأخرت، مرة 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 اسف، ما شرحت شيء وكنت فاهي انا عارف هذا الشيء، بس اوعدكم راح ينزل مقطع باذن الله تعالى، ينزل كله بشكل رسمي، ينزل مقطع زي المقاطع الاولى اللي منزلها في القناة، شرح وتكتيك وفهم وكل شيء باذن واحد احد. طبعا وبكذا نكون وصلنا نهاية المقطع، شاكر لكم على المتابعة. في النهاية يا غالي لا تحرمني من اللايك وتشترك في القناة اذا ما كنت مشترك، ترى اللايك مرة يساعدني، اذا تبغى تدعمني دعم ترى اللايك هو الدعم، اللايك هو اللي هو اللي يخلي المقطع ينتشر وهو اللي يدعمني مره. فاتمنى ما تحرمني من اللايك، ما راح ياخذ معك جزء من الثانيه، تضغط الضغطه وخلاص لايك وبس، وتشترك في القناه اذا ما كنت مشترك. القادم اجمل باذن واحد احد. في النهايه ما اقول غير سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.